بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم مع قناتكم معلومة بسيطة. والنهاردة بنتكلم معلوماتنا عن كيفية التفريق بين لحم الحمير واللحوم الاخرى. ايضا لماذا تم تحريم هذا اللحم الحمير برغم ان لحم الحصان محلل، وايضا ايه هي اضرار لحم الحمير للانسان. ونتعرف كمان لو ما قدرتش تفرق ما بين لحم الحمير واللحوم الأخرى واشتريتها، ممكن ببساطة تفرق بينها وبين اللحوم الأخرى أثناء الطهي. هناك علامات سوف نتحدث عنها إن شاء الله في هذا الفيديو. بيسعدنا اشتراكك في القناة إذا كنت أول مرة تشاهدنا قناتنا معلومة بسيطة. أيضا ما تنساش دعمك لينا، وهو المحفز الوحيد لكي نستمر في تقديم معلوماتنا البسيطة. فاضغط لايك واعمل شير حتى يستفيد الجميع والدال على الخير كفاعل. في البداية ركز مع هذه الصورة، فهتلاحظ ان على اليمين لون اللحم احمر وردي، وعلى الشمال لون لحم الحمير احمر داكن وليس فاتح. في البداية ازاي انك تفرق بين لحم الحمير ولحم الحيوانات الاخرى؟ هناك عدة اشياء سوف نتعرف عليها. اولا، لون لحم الحمير احمر داكن زي ما قلنا في الصورة، بيميل للزرقة عكس اللحوم الماشية، فتكون لونها احمر وردي زهري. ايضا دهن الحمير لا يتجمد ابدا، الدهن بتاع الحمير لو انت عندك اشتريت لحمة ولقيت فيها دهن ما تجمدش، واصبح مهما حطيت في التلاجة او في الفريزر وكان لونه او القوام بتاعه جيلاتيني ولون الدهن اصفر نحاسي وجيلاتيني لا يتجمد، نعرف ان ده لحم حمير عكس لحم البقر او الجاموس اللي الدهنة بتاعتها بتتجمد تماما وبكل لونها ابيض وليس فيه صفرة نحاسية. ثالث حاجة، انسجة لحوم الحمير الانسجة جافة والالياف قوية وبتتقطع بصعوبة، والالياف دي هي الخطوط البيضة التي تكون موجودة بين اللحوم او بيسموها شغث. ايضا الكوارع، هناك معروف ان الكاحل الحمير بيكون رفيع بعكس الكاحل للماشية، فبيبقى ممتلئ وسميك في الجزء الخلفي. طيب عند الطبخ، وضع اللحم على النار، خلاص بتكون هناك رائحة اللحم تكون كريهة عكس اللحم البقري بيكون رائحتها بتجعلك تجوع او يتفتح نفسك للاكل زي ما بيقولوا. اذا كانت اللحمة لحم حمير يمكن ان تدفق سكينة على النار وتقطع شريحة صغيرة. لو تغير الرائحة الى الاسوأ، يعني لو انت قطعت جزء من اللحم اثناء الطهي ولقيت الريحة اتغيرت الاسوأ غير لحم المعروف او رائحة اللحم المعروفة، فده بيدل على ان اللحمة دي لحم حمير. لما بتغلي اللحمة واثناء الغليان فبيظهر شيء على الشوربة بتاعت اللحمة، فبتلاقي ان لو اللحم لحم حمير فبتلاقي بقع صفراء زيتية، بقع صفراء زيتية بعكس طبعا اللحوم اللي هي العادية، فبتلاقي مفيش بقع صفراء ولكن بتلاقي سوس نازل من اللحم لونه لون اللحم. ملمس اللحم المسلوق بتاع الحمير بيكون خشن، طعمه مسكر. لحم الحمير طعمه سكري ليه؟ لأن طبيعة الحمير هي الحركة وبذل مجهود عضلي، ده بيجعل مادة اسمها الجليكوجين بتفرز في العضلات بتاعت الحمير، وبالتالي بتعطله اللحم السكري لأن اللحمة دي فيها مادة الجليكوجين
بكثرة، عكس طبعا لحوم الحمير اللي بتبقى بعيدا عن السكر تماما. طيب ايه خطورة تناول لحم الحمير؟ خطورة هنا بيقولوا فيها انها بتتغذى زي ما بتغذى المواشي، ولكن الخطورة بتأتي من ان لحم الحمير دائما بيذبح الحمير بتكون مريضة لا تقوى على العمل، كويس، مرمية، فبيخدم اللحوم بتاعتها وبيستفادوا منها اللي هم معتوم الضمير. أيضا تناول لحم الحمير ليه أضرار كثيرة جدا، على لأن أحشائها بيكون فيها أمراض بيولوجية بكتيرية فطريات فيروسات، بتصيب الأمراض الإنسان بأمراض معوية معدية. أيضا لحم الحمير بينقل للإنسان حاجة بتسمى الدودة الشريطية، ده بحسب تقرير صادر من مركز السموم بالقصر العيني. أيضا تناول الإنسان أي لحم فاسد ومتعفن بيصيب الإنسان بالتأكيد بأمراض ومنها الإسهال والقيء، وده أيضا بيكون في لحم الحمير لأنه طبعا بيكون لحم غير صالح أصلا أو ميت أو مريض. بالنسبة ل الحكم في أكل لحم الحمير، لم تظهر آية تفصيلية لأكل الحمير، ولكن أهل ذهب جمهور العلماء إلى إباحية تناول لحم الخيل، ولكن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحم الخيل، وأما لحوم الحمير فهي محرمة عند الجمهور للحديث السابق، وقد سبق أن أكل الخيل وهو محلل، وتحريم لحم الحمير، ولكن الآية اللي جت وهي كما قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فلحم الحمير محرم بالحديث المنهي عنه يوم خيبر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولكن العرب كانت لا تذبح الخيل لأنها تستخدمها في الحروب وفي النقل وأيضا في الفروسية. أعتقد أن احنا تناولنا كل ما يخص لحم الحمير، وفي النهاية بتمنى أنك تكون عملت لنا لايك شير. إلى أن ألقاك في معلومة بسيطة أخرى، لكم منا كل الحب والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.